تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين. ثاني يوم في الأسبوع إن شاء الله، كان البارحة يوم الأحد يوم جميل وبداية أسبوع جميل وأسبوع إيجابي، مع إن شاء الله تغيرات الجو قاعد نشوفها والغيوم والأمطار. الله يجعلها إن شاء الله أمطار رحمة علينا وعلى الجميع. إن شاء الله نستمتع في ظل الأمن والأمان وظل شيوخنا الكرام في بلادنا الجميلة وفي جونا الجميل هذا. هذه رسالة صباحية لجميع اللي يسمعونا في صحة وسعادة، استمتعوا بالجو، فرحنا جونا فترة قصيرة بعد هذا يتغير، استمتعوا وانطلقوا انتوا وعيالكم في الحدائق، في الممشى، في الجبال، في البر، انطلقوا واستفيدوا من هذا الجو، تتغير نفسيتكم، تتغير تتجدد طاقتكم. احنا نحتاج احيانا نبتعد عن المدنية ونصير مناطق المفتوحة عشان طاقتنا تتجدد، نشم الهواء النقي، نوسع رئتنا ونتنفس الهواء النقي لرئتنا، ونحس ان احنا والله نرد للمدينه وللدوام ونحن بصحه وسعاده. طبعا هذا برنامجكم، برنامج صحه وسعاده، اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع اذاعتنا المتميزه دائما وابدا اذاعه نور دبي. في البدايه راح بطاقم موجود معي في الاخراج يوم ايمن فرحين، وزوجي منصف سعلان، واليوم معي في التنسيق ميره المرس وحتى والدي ميره. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله نكون معاكم على مدى ساعة إذاعية إن شاء الله، على الهواء ندردش فيها معاكم، نأخذ ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، كل ما تحسون ممكن يساعد في تحسين وتطوير الخدمات الصحية في البيت بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. ورد أكد أن ضروري لو عندكم أي اقتراح في أي مكان حصلتوا خدمة شكل ممكن تتطور، ممكن تحسن عليها، خبرونا وتعطونا اقتراحاتكم عشان نحسن عليها. وإذا حصلتوا خدمة تعجبكم وتأكدوا أنكم تشكرون الموظف اللي قدم لكم الخدمة، لأن بالشكر تدوم النعم طبعا، والشكر يخلق موظف أسعد، بالتالي تكون أنت متعامل أسعد. فبدون أن تشكروا موظف واحد، متعاملين عدة يسعدون، يكون أسعد، لأن هذا الموظف يكون سعيد طول اليوم، يكون سعيد أيام قدام. وتذكروا إذا عندكم أي ملاحظة قدموها وقدموا اقتراحاتكم، وإذا عندكم عجبتكم خدمة تذكروا أن تشكروا الموظف. مثل ما تعرفوا دائما في برنامج، في بداية برنامج صحة وسعادة لازم نروح إلى أسماء الجراحي ونشوف ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور والسرور عليك على كل المستمعين إذاعة نور بي. بنعطيكم جولة من الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. هيئة الصحة أطلقت خدمة العيادة الصيدلية المتنقلة، وهي خدمة توصيل أدوية للمنازل مجانا، لكن مو بس أنه هي توصيل أدوية، لكن أيضا وجود صيدلي يقدم الاستشارات والنصائح الطبية وكيفية الاستخدام، كيفية استخدام هاي الأدوية. وهاي تعد الأول نوع في تكاملها. يعني هو مبسط دليفري، هو يقدم استشارات واستشارات طبية ودوائية وكيف تاخذينه، وإذا عند الشخص أي استشارات مثلا يخاف أن هذا يعني يكون كلاش مع دواء ثاني، ممكن كله يسأل الشخص اللي راح يقدم له الدواء. الخدمة هاي مخصصة حق مثلا الأشخاص اللي ما يقدرون يجون يعني المراكز عشان الأدوية، فالأدوية راح توصلهم، اللي هم في كبار المواطنين، أصحاب الهمم، الحالات الصحية الصعبة اللي يعني صعب أن عليهم يجون دائما للمستشفى. وهذا موجود على طول أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. غير هذا نحن دائما نحب نحط النصائح للأشخاص، وفي نصيحة كنا حاطينها نصائية هي. فالنصيحة تقول قبل النوم اجلس ثلاث أشياء جميلة حدثت لك خلال اليوم، وأعد قراءتها عند الاستيقاظ لمدة لا تقل عن شهر، وتشعر الفرق. نحن الغالب أحيانا النوم نحن آخر شيء نفكر فيه مثلا شيء يضايقنا، شيء نفذنا. لما نكتب ثلاث أشياء على الأقل صارت لنا خلال اليوم،
نحس بطاقة الامتنان. نحن نسميه الصحة، نبدأ نشوف الأشياء البسيطة. يعني نحن كفاية نحن بخير، يعني الواحد يقول أنا ما سوى لي شيء حلو في اليوم، فقط تتنفس، غيرك مريض، تبصحة، الحمد لله أنت هلك حولك. يعني في أشياء، فهاي الطريقة إذا أنت كل يوم كل يوم لازم تكتب ثلاث أشياء حلوة صارت في اليوم، تخلي الفكر والمخ يركز على الأشياء الجميلة وتزيد من طاقة الامتنان واستشعار النعم اللي موجودة عند الإنسان. فلما كل واحد يكتبها قبل ما ينام ويقوم الصبح يقراها، بحس بهاي الطاقة الإيجابية اللي كانت موجودة. فهاي من ضمن الأشياء اللي إحنا دائما ننصح الناس يسوونها، وهاي النصائح اللي دائما نعيدها. غير هذا إحنا إن شاء الله اليوم في مؤتمر صحفي راح يكون في هيئة الصحة، وهو عن نسج جدية طبي لصحة العيون. إن شاء الله تفاصيل راح نقول لكم إياها باكر، لأن المؤتمر بعده موجودة ساعة. وإن شاء الله اللي يتابعونا على قناة التواصل الاجتماعي راح يكون في الستوري، وأيضا في النشاط اللي بنحطها معلومات عن هذا المسح، مسح جدية طبي للعيون. ونختمها برسالتنا الصباحية اللي تقول: الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس أمران مهمان. أردنا حياة أكثر سعادة ومتعة. الرضا يعني طاقة قوية، كفاية أنت تقوم وراضي، يعني أي شيء راح يصير أنت مسلم نفسك لي ويومك لرب العالمين، وأي شيء راح يصير وعقب جهد وشغل هذا دليل أن هذا شيء مو مكتوب. فالرضا الذاتي والثقة بالنفس أنت تواثق بنفسك شيئين راح فعلا يخلي الإنسان يعيش السعادة ويستمتع بالحياة. صحيح. وأنت بصحة وسعادة دكتورة. وأنت بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك على النهار السعيد. إن شاء الله الرسالة الإيجابية تعطينا إياها أسماء، سواء عن طريق حسابات هيئة الصحة الدولية أو في صحة وسعادة. أتمنى كلنا يفكر فيها، ترى هي رسائل تعد بدقة، يعني فريق الإعداد في هيئة الصحة نشكرهم على إعدادهم أو شيء صحة وسعادة في اليوم، والإعداد عملية أبدا مو سهلة، وأيضا إعداد هذه رسائل إيجابية مال اليوم تحمل مغزى. إذا واحد سمع فيها بتجد إنه ممكن إنه يغير طريقة تفكيره، يحس إنه مزاجه راح يتعدل. ففكرة الرسائل الإيجابية تطرح كل يوم من هيئة الصحة بالبلد. من أثناء راح ننتقل إلى التغذية، راح يكون عندنا موضوع والله جميل، أطعمة تحسن المزاج، مع الأستاذة الشيخة حميد السويدي. صباح الورد يا شيخة. صبحت الله بالنور والسرور والسرور. الله يحييك. والله موضوع جميل، أطعمة تحسن المزاج، يلا خبرينا شو يحسن المزاج. لا تقولين أول واحد، طبعا أول واحد غير منازع أكيد الكسار. أكيد أكيد شيء أول شيء. تفضلي. سوتت دراسات كثيرة أثبتت أن تناول بعض الأطعمة لها تأثير واضح على الحالة المزاجية وتحسن المزاج، بجانب طبعا بعض العادات الصحية مثل ممارسة الرياضة. كيف ممكن هاي الأطعمة تعمل على تحسين المزاج؟ الأطعمة أو العناصر الغذائية اللي تأثرها تحسب السيروتونين اللي هو معروف بهرمون السعادة، وناقل عصبي موجود في المخ مسؤول عن الشعور بالسعادة والاسترخاء. وهم في الواقع مجموعة من النواقل العصبية المسؤولة عن شعورنا بالسعادة، منها السيروتونين مثل ما ذكرت، والدوبامين والاندروفين. نعم. الأشياء اللي تحفز هاي النواقل العصبية ممارسة الرياضة، التعرض للشمس، وبعض الأغذية اللي تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامينات B والأحماض الأمينية اللي هي الدهون المفيدة. وحبيت أتكلم عن هذا الموضوع في هذا الموسم بالتحديد، موسم الشتاء، لأن تعرضنا لأشعة الشمس في القلب والليل يطول، لأن أشعة الشمس تحفز هذا الناقل العصبي السيروتونين فيقل، ونحاول نعوض بالأغذية اللي ممكن تحفز هذه النواقل العصبية. إن تعرضنا يعني أقل الشمس يقل. أول شيء حبيت أتكلم عنه هو شكل الطبق الكاكاو. أتكلم عن الدارك شوكليت اللي يكون فيها نسبة الكاكاو عالية وكمية السكر أقل، لأنه يساهم في إفراز هرمون السعادة السيروتونين، ووايد دراسات أثبتت دوره الفعال في تحسين المزاج، ويرجع حالي وجود مجموعة من المواد الكيميائية في الشوكليت تحفز أماكن معينة في المخ، تحتوي على كمية عالية من الفينول اللي هو يعتبر بعض المضادات الأكسدة اللي ممكن تساهم في تعزيز الحالة المزاجية. هذا أول شيء أتكلم عن الشوكليت. وأيضا عندنا الشاي بأنواعه يحتوي على مادة الثيامين اللي هو يعتبر عامل مهدئ، ومن المجموعات الغذائية عندنا مجموعة الفواكه جدا مهمة، خصوصا الفواكه العالية في فيتامين سي
عندنا الأناناس، عندنا التوت، أنواع التوت بأنواعها يعني، العنب، الفراولة، يشتغلون على كمية عالية من المضادات الأكسدة وفيتامينات سي، هو اللي يساعد على زيادة إنتاج أو تحفيز اللي هو البروتين هرمون السعادة في الجسم، يحارب الاكتئاب ويعزز الصحة الشديد، لأن يعني فيتامين سي يعزز الصحة الشديد. علما بعد أن ألوان الفواكه مثلا اللون الأحمر للفراولة، اللون الأزرق أو البرتقالي للتوت الأزرق يعود لنسبة مركبات الفلافونويد اللي تكسب هذه الفواكه ألوانها، وهالشيء يجعلها معدل طبيعي للنضج. عندنا بعد الأفوكادو لأنه شوي على دهون مفيدة، البرتقال والشمام يحتوون على حمض الفوليك اللي هو الفوليك أسيد اللي يساهم بعد في تحسين النضج. عندنا الخضروات طبعاً أفيد المجهورات المهمة، خصوصاً الورقية الداخلة مثل السبانخ لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك بعد اللي بدوره يساعد على تحسين النضج. الهليون اللي هو الأسبرجس، الطماط، البروكلي، والذرة اللي تحتوي على فيتامين بي 1، ومثل ما ذكرت إن مجموعة فيتامين بي تساعد على تحسين النضج. عندنا مجموعة الحبوب أو الكربوهيدرات، هي مجموعة أساسية تعتبر من العناصر الأساسية تنحتاج نشويات المعقدة اللي تحتوي على ألياف عالية، لأنها تعمل على إرتفاع عملية امتصاص السكر في الدم بسبب وجود الألياف، والألياف والسيروتونين يعملون مع بعض على تقليل هاي حدوث التقلبات في الحالة النفسية والمزاجية. ومن الأطعمة الغنية بهالشيئين عندنا الشوفان، عندنا الأغذية اللي غنية بالحبوب الكاملة في الخبز الأسمر، عندنا البوبكورن، عندنا العدس بعد يساعد الدماغ في تحفيز هذا الناقل العصبي السيروتونين، والبقوليات بشكل عام. المكسرات لها دور مهم جدا في تعديل المزاج، بجانب الدهون المفيدة اللي فيها تحتوي على كمية عالية من فيتامينات بي والبروتين والسيلينيوم. السيلينيوم معروف بخصائصه، هو معدن السيلينيوم معروف بخصائصه اللي تحسن المزاج. المكسرات البرازيلية عندنا يسمونهم برازيليان نخ وعباد الشمس، هي من أغنى أنواع المكسرات بمادة السيلينيوم. وعندنا طبعا اليوز واللوز، كلهم مفيدين فيهم مادة السيلينيوم ويحفزون السيروتونين. حبيت أكثر بعد الأطعمة الغنية بالبروتين. البروتين الموجود في الوجبات الغذائية يعمل على إرفاع عملية امتصاص الكربوهيدرات في الدم، ويزيد إفراز هرمون الدوبامين اللي مسؤول بعد في تحسين الحالة المزاجية، ومد الجسم بالطاقة لساعات عديدة بعد الانتهاء من الوجبة. ومن هاي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل ما نعرف البيض، الدياي، المأكولات البحرية، الحليب، الروب، عندنا السمك والسلمون. السلمون بالذات يعتبر من مصادر البروتينات المحفزة لهرمون السعادة لأنه غني بالأوميجا 3 ويحتوي على المغنيسيوم، وهالشيء بعد يجعله مفيد لمقاومة تقلب المزاج. ممتاز، إن شاء الله في أكلات وقت تحس المزاج واحد ما يعني على طول واحد يبالغ الكاكاو والشوكولات، بس ما شاء الله في مجموعة كبيرة من الأكلات اللي تساعد في تحسين المزاج. أكيد، ويقدر يضم هالشخص الوجبات الأساسية الثلاثة كل سهولة. ممتاز جدا. شكرا لك أستاذة شيخ أحمد السويدي، هالمداخلة بخصوص أطعمة اللي تحسن المزاج، شكرا لك حبيبتي السعيد. شكرا. ما شاء الله شفتوا قائمة الأطعمة اللي تحسن المزاج قائمة طويلة، حتى السلمون طلع لي يحسن المزاج. أنا أتوقع يعني الإنسان يقدر يحسن يعني تحسين المزاج، أحس إنه عامل نفسي وايد يعني. أنا أختار مثل يقولون الكومفورت زون أو منطقة الراحة ما تقدر تحسن مزاجي. ممكن يكون تحسين مزاج بأكل معين، ممكن يكون تحسين مزاج بمشاهدة فيلم، ممكن يكون تحسين مزاج بالمشي على البحر، ممكن يكون تحسين مزاج تحسين مزاج بالتلوين. في ناس دفاتر تلوين لو تشوفون في المكتبات تعتبر نوع من أنواع العلاجات، يكون مكتوب عليهم دي ستريس أو مجيل التوتر أو ريلاكسيشن كلارين، شيء يكون أساميهم مختلف الشركات تطبعهم. الفكرة إن الرسومات اللي فيها تكون وايد دقيقة، تلوين مثل هالرسومات تساعد وايد على تخلص من توتر وتقليل المزاج. الرسومات تكون صغيرة ودقيقة وفيها متداخلة بعض، تخلي الإنسان يركز فيها، بالتالي يسحب تفكيره عن الأشياء السلبية. جربوها، أنا جربتها فترة وفعلا وايد تعطي إحساس بالاسترخاء، خصوصا
فترات مثلا امتحانات، فترات عندكم بروجكتات في الدوام وغيره، وايد يساعد. روح المكتبات تلاقون مكتوب يقول انه بعد فتره التلوين مال التخلص من التوتر، الكل يعرفها. بتلاحظون حتى الدفتر مميز، يعني الرسومات الداخله وايد صغيره تكون متداخله ببعض. وهذه نصيحتي ان شاء الله اليوم، عشان نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نكمل فقره برنامج صحه وسعاده. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني مؤخرا مواصفة أمن المعدات الطبية على مستوى الإمارة، بهدف وضع المعايير الأمنية الرئيسية للمعدات الطبية، حيث تعمل الهيئة على تفعيل معايير المواصفة والتدقيق على مدى تطبيقها في كافة المنشآت الصحية وعلى كافة المعدات الطبية. للحديث عن هذا الموضوع يستمع يكون معانا اليوم في الاستوديو المهندس ناصر حسن البلوشي، رئيس أمن المعلومات في الصحة بدبي. صباح الخير مهندس ناصر. صباح النور والسرور، مشكورة دكتورة، مشكورين على هذه الإشارات. طبعا لا يخفى عليكم التحول الرقمي اللي يشهد القطاع الصحة، واللي حول القطاع الصحي من العمل اليدوي والورقي إلى العمل الرقمي والمؤتمن. فاليوم نشوف المستشفيات والمنشآت الطبية تجمع وتحلل البيانات وتخزنها في أنظمة رقمية وباستخدام أجهزة ومعدات طبية ذكية ومتقنة. وهذا التحول الرقمي حقيقة ساهم في تطوير القطاع الصحي بشكل كبير، حيث رفع من كفاءة وفعالية الخدمات التي توفرها المنشآت الصحية، وقلل من نسبة الأخطاء الطبية، وأيضا قلل من الأعباء اليومية على الكادر الطبي. فأصبح اليوم للكادر الطبي وقت أطول يقضيه مع المريض، وله وقت أكثر للتركيز على المريض وخدمة المريض، وهو الهدف الأساسي والأسمى للمنشآت الصحية. ولكن من جهة أخرى ظهرت بسبب هذا التحول الإلكتروني المتسارع مخاطر أمنية إلكترونية جديدة. لذلك ارتئينا في هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني إلى تطوير نظام أمن إلكتروني خاص بالمعدات الطبية كخطوة استباقية لمواكبة موجة التحول الرقمي في القطاع الصحي. ويتكون هذا النظام من مجموعة من المعايير والضوابط الأمنية لضمان التشغيل الآمن للأجهزة والمعدات الطبية في الإمارة ولحماية بيانات الهيئة والسجلات الطبية من الإكتراث. ممتاز. مهندس ناصر، خبرنا شو المعايير والضوابط الأمنية اللي تم اتخاذها وأخذت عين الاعتبار عشان تطبق على المعدات الطبية؟ لما نقول ناس معايير أمنية شو نفسها؟ طبعا أول بادي أحب أنوه أن النظام تم تصميمه ليشمل أكبر عدد من الأجهزة والمعدات الطبية الإلكترونية المستخدمة حاليا، وهو تحدي كبير حقيقة، لأن الأجهزة الطبية مختلفة ومتنوعة بشكل كبير على عكس الأنظمة التقنية المعتادة بحيث أنها تكسبها بشكل كبير. ولكن الحمد لله يعني نحن في إمارة دبي كان عندنا توليفة فريدة من نوعها، جمعنا الخبرات الطبية وخبرة المعدات الطبية من هيئة الصحة مع الخبرات الأمنية الموجودة في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتم تصميم الضوابط الأمنية بما يتناسب مع طبيعة المعدات الطبية من حيث أهميتها ومدى تأثيرها على المريض، ومدى تأثيرها أيضا على الكادر الطبي المشغل لهذه الأجهزة. والنظام هذا قسم المعدات الطبية إلى 4 أنواع. النوع الأول اللي هي المعدات الاستخدام الخارجي للجسم واللي ما لها تأثير مباشر على المريض، مثل الترمومتر أو جهاز قياس الحرارة، وهو يستخدم خارج الجسم وليس له تأثير مباشر على المريض. أما النوع الثاني من المعدات اللي يتم استخدامها خارج الجسم ولها تأثير مباشر على المريض، مثل الإكسري ماشين والسي تي سكان، تستخدم خارج الجسم ولها تأثير على المريض، ونأخذ أيضا بعين الاعتبار تأثيرها على الكادر الطبي المشغل للأجهزة. والنوع الثالث اللي هي المعدات التي يتم استخدامها داخل الجسم ولكن لا تمس الأعضاء الحيوية. الأعضاء الحيوية الخمسة اللي هي القلب والدماغ، الرئتين، الكبد والكليتين. مثال على ذلك المناظير، تستخدم داخل الجسم ولكن مش بالضرورة بتمش أحد الأعضاء الحيوية.
أما النوع الأخير والأهم اللي هي المعدات التي تستخدم داخل الجسم والتي تمس أحد الأعضاء الحيوية مثل القلب. وبناء على هذه التصنيفات وضعنا ضوابط أمنية تناسب طبيعة عمل الأجهزة هذه وقدراتها التقنية، حاجتها للاتصال بالشبكة الداخلية للهيئة أو شبكة الإنترنت، وحتى الفترة الزمنية اللي ستستخدم فيها هذه الأجهزة، هل ستستخدم مثلا بأقل من 30 دقيقة خلال عملية جراحية أم أنها بتبقى مع المريض على فترات أطول. فتقسيم الأجهزة هذه إنه لا تمس المريض، تمس المريض لا تمس الأعضاء، شو الهدف من لما قسمناها بهذه الطريقة؟ هذه لتحديد أهميتها ولوضع الضوابط المناسبة لها تبعا للقوانين والتشريعات السارية سواء المحلية أو الاتحادية أو حتى أفضل الممارسات الدولية. اطلعنا نحن على التجارب الموجودة في دول عدة مثل أستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مركز دبي للعلم الإلكتروني، وأيضا الخبرات المتواجدة عندنا في هيئة الصحة، وعلى أساسه تم وضع النظام. ممتاز. طبعا مهندس ناصر، بعد ما تم توفير النظام ملف الطب الإلكتروني سلامة، أحد أكبر التساؤلات التي من المتعاملين هو كيف نحمي ملف الطب الإلكتروني من اختراق؟ تفضل المعلومات هذه تكون على الشبكة مثل ما يقولون، وطبعا المسرقين او الهاكرز او ايا كان اساميهم ممكن يدخلون، فاحنا شو الجهود اللي نسويها عشان نحمي شبكتنا الالكترونيه من الاختراق؟ طبعا عشان عندنا في هيئه الصحه عده ابعاد للامن الالكتروني، والحمد لله نحن عندنا اولت القياده العليا لهيئه الصحه اهميه بالغه لامن المعلومات والامن الالكتروني، لذلك تم إطلاق عدة مبادرات وعدة مشاريع لحماية بيانات المرضى والسجلات الطبية. واحدة من هذه المبادرات هي بناء الشراكات، ومن أهم الشراكات اللي بنيناها يمكن طبعا الشراكات عندنا مع القطاع الخاص ومع القطاع الحكومي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الاتحادي. ومن أهم هذه الشراكات هي الشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني. الحقيقة المركز يوفر عدة خدمات للجهات الحكومية في الإمارة، ونحن نستفيد من خدماتهم خصوصا البحثية الاستباقية، فهم يقومون بتحليل الهجمات والثغرات الأمنية الإلكترونية الجديدة، ويضعون الدراسات الخاصة بالضوابط الاحترازية والتسليحية المناسبة لهذه الهجمات والاختراقات الجديدة، ويقومون مشاركتها مع الجهات الحكومية، فنتخذ فيها التدابير الأمنية اللازمة. ومن جهة أخرى أيضا بنينا في هيئة الصحة نظام متكامل لإدارة أمن المعلومات، وهذا النظام طبعا مبني على نظام أمن المعلومات لحكومة دبي المعروف بالـ ISR الصادر من المجلس التنفيذي، وأيضا خذنا بعين الاعتبار المعايير الدولية وأفضل الممارسات مثل الـ ISO 27001 لأمن المعلومات، وأيضا نظام هاي ترس العالمي الخاص بأمن المعلومات للقطاع الصحي. وبنينا أيضا واحدة من أهم المشاريع اللي عندنا، بنينا مركز عمليات الأمن الإلكتروني الخاص بالهيئة، وبهذا تعد الهيئة من أولى الجهات الصحية على مستوى المنطقة بهذا النوع من الممكنات في مجال الأمن الإلكتروني. وحاليا نحن قاعدين نربط مركز عملياتنا مع مركز عمليات مركز دبي للأمن الإلكتروني. وأيضا آخر مبادرة أتكلم عنها اللي هي مبادرة برنامج التوعية بأمن المعلومات. نحن في هيئة الصحة أعددنا برنامج للتوعية الذي لا يشمل فقط موظفي الهيئة، ولكن أيضا يشمل المراجعين ومرتبي مرافق الهيئة، وعبر قنوات التواصل المختلفة المتوفرة لدى الهيئة من مثلا شاشات الانتظار، شاشات قاعات الانتظار، وأيضا قنوات التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي بشكل متكامل للموظفين والمجتمع تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بجعل دبي المدينة الأكثر أمنا إلكترونيا على مستوى العالم. ممتاز. أنا شاكر لك مهندس ناصر حسن بلوشي رئيس أمن المعلومات في صحة دبي وجودك معنا اليوم للحديث عن إطلاق مواصفة أمن المعدات الطبية. شكرا لك نهار سعيد. شكرا. أعزائي المستمعين نطلع إن شاء الله فاصل. قبل فاصل في سؤال، يصير عندي ألم في منطقة الكعب في القدم عند الاستيقاظ من النوم لدقائق فقط، شو السبب وشو العلاج؟
الألم اللي يكون في قاع القدم، يكون أحيانا عند التعب أو يكون في قاع القدم نفسه عند النوم، ويتحسن كل ما مشى الإنسان يكون أكثر عن سبب. احتمال أكبر يكون عندك التهاب في الأربطة في قاع القدم، أو ممكن يكون عندك التهاب في الكعب نفسه. أحيانا يكون هناك اللي يسمونه المسمار، اللي هو جزء من العظم يكون بارد أكثر، يسوي لك مثل هالألم أول ما تمشي الصبح. مع المشي يخف هذا الألم تدريجيا. أنا أنصح تجري العيادة نفحص إحنا ونحدد بالضبط مكان الألم، لأن أحيانا يكون الألم في باطن القدم عند القوس أو تحت شوية، والمريض يحس إنه في الكعب بس ما يكون مباشرة موجود في الكعب. نفحص، ممكن تحتاج أشعة للكعب عشان نتأكد هل هناك مسمار أو ما في مسمار. بعد هذا نعطيك خطة علاجية تعتمد بالأساس على تمارين بسيطة تسويها لقاع القدم، بعض الحبوب المسكنة للآلام، ومتابعة مستمرة عشان نتأكد إن يعني ترتاح من هذا الألم. وأحيانا أيضا وصف فيتامين B12 يساعد بعض المرضى في هذه المنطقة، خصوصاً إذا عندك سكري ممكن يساعد المريض. إحنا نطلع إن شاء الله نتواصل بعد الفاصل ونتابع برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تمكنت هيئة الصحة بدبي خلال العام الجاري من تحقيق مجموعة من الإنجازات المتعلقة بتوسيع نطاق شراكاتها الأكاديمية مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لدعم وتعزيز استراتيجيتها الخاصة بالتعليم الطبي المستمر، وبما ينعكس إيجابا على مستوى كفاءة وأداء كوادرها الطبية في مختلف منشآتها الصحية. بنتكلم عن هذا الموضوع يسمعكم معانا عن طريق الهاتف الدكتورة غنية الشامتي، رئيس قسم التدريب الطبي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة غنية. مرحبا دكتورة، صباح الخير. صباح الخير، أخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك. دكتورة غنية، نتكلم في البداية شو الدور اللي تقوم به إدارة التعليم الطبي والأبحاث في خدمة الكوادر الطبية العاملة بهيئة الصحة بدبي؟ إدارة التعليم الطبي والأبحاث طبعاً دكتورة فاكين لها دور كبير في تطوير وتوسيع منظومة التعليم الطبي والأبحاث، طبعاً ليس على مستوى الهيئة فقط بل على مستوى إمارة دبي كلها، وذلك يتم من خلال مهام رئيسية منها تطوير وتنفيذ استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث بإمارة دبي، تنظيم تقديم خدمات التعليم الطبي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل وخارج الدولة، دراسة وتحديد المستشفيات المؤهلة لتصبح مستشفيات تعليمية طبعا من القطاعين العام والخاص، تنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية لضمان تزويد القطاع الصحي بالإمارة بكافة احتياجاتها من الكوادر المؤهلة. كما احنا نعد مناهج لبرامج الامتياز والإقامة للأطباء وفق أفضل الممارسات العالمية، ونقوم بإدارة آلية القبول في برنامج الامتياز والإقامة وفق نظام محكم للاختيار يضمن الكفاءة والعدالة والشفافية. كما نسوي دراسة وتلبية احتياجات القطاع الصحي من التخصصات الطبية والصحية عبر التوسع في برامج الإقامة والزمالة فيلوشيب. مثل ما تعرفين دكتورة احنا عندنا تقريبا 18 تخصص ريزيدنسي اللي الإقامة، وتقريبا 6 من الفيلوشيب. كما نقوم بدعم وإدارة كافة البعثات الدراسية في مجال الطب والعلوم الصحية داخل الدولة وخارجها. نقوم بإعداد وتنفيذ خطة للبحوث الطبية ونشر الثقافة، نشر ثقافة البحوث الطبية وتطوير التعاون مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية. كما نقوم بإدارة وإعداد ونشر الدوريات العلمية المتخصصة في مجال العلوم الطبية والصحية. مثل ما تعرفين دكتورة إحنا عندنا من أكبر المكتبات الإلكترونية على مستوى الدولة. كما نقوم بتطوير نظام لمراقبة ومتابعة التطوير وإعادة التأهيل المهني للكوادر الطبية والصحية للحاصلين على شهادات متخصصة محلية ودولية، الإشراف على برامج التدريب المهني للكوادر الصحية وفق الأولويات الاستراتيجية والاحتياجات التدريبية بإمارة دبي، نشرف على تطوير واعتماد برامج التدريب المهني المتخصصة المبنية على الكفاءات وفق خطط للتطوير المهني للكوادر الطبية والصحية بالهيئة،
ونعد وننفذ برامج فعالة لتشجيع مواطني الدولة للدخول في مجال الطب والتمريض والعلوم الصحية والمستشفى الصحية. وأخيرا نسوي، أو هذا طبعا بعض من المهام الكثيرة اللي احنا نقوم فيها، نقوم بتطوير وإدارة مركز المحاكاة الطبية لتدريب الكوادر المهنية من داخل وخارج البيئة. ممتاز، ما شاء الله جهود عظيمة تقوموا فيها في إدارة التعليم الطبي والأبحاث. دكتورة غنية، في أكيد عدد كبير من الاتفاقيات الأكاديمية توقعونها سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي، فنتكلم شوية عن أبرز الاتفاقيات الأكاديمية اللي وقعتها الهيئة خلال العام الجاري. دكتورة، لله الحمد تمكنت الهيئة خلال هذا العام الجاري من توقيع عدة اتفاقيات محلية ودولية، من أبرزها اتفاقية موقعة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، اتفاقية موقعة مع مستشفى كوفي لبان أمباني في الهند، واتفاقية موقعة مع الكلية الإيرلندية للممارسين الصحيين بإيرلندا بخصوص برنامج زمالة الصحة والأمومة والطفولة. وآخر هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية تعاون موقعة يوم الخميس الماضي تاريخ 12 ديسمبر 2019 مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر. ممتاز. نتكلم أكثر بصورة غنية عن هذه الوثيقة اللي وقعتها مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، شو مجالاتها وشو فادتها وشو المخرجات وقعوا منها؟ أكيد إن شاء الله هذا التعاون والتنسيق إن شاء الله سيتم بين هيئة الصحة في دبي ومجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر، طبعا لتشكيل معيار دولي لاعتماد برامج التطوير المهني المستمر بإمارة دبي متماشيا مع أنظمة الاعتماد الدولية، بحيث أن هذا الكيان أو هذا المجلس الاعتماد الأمريكي يعتبر الرائد عالميا في هذا المجال، وهو مثل ما نعرف وكيان غير ربحي يركز على اعتماد التطوير المهني المستمر، التطوير الصحي المستمر لمقدمي الرعاية الصحية مع الولايات الأمريكية المتحدة وحول العالم، مع مهمة ضمان تطوير جودة التعليم لمقدمي الرعاية الصحية الذي يدعم آليات التحسين في رعاية المرضى. ممتاز. في اتفاقيات جديدة بعدها ما توقع دكتورة غنية؟ أو طبعاً في أمور كثيرة راح تكون إن شاء الله خلال السنة، لكن إن شاء الله راح يتم الإعلان قريباً إن شاء الله. أنا شاكرة للدكتورة غنية شامس رئيس قسم تدريب الطبي بهيئة الصحة بالبي هذه المداخلة بخصوص توسيع شراكات هيئة الصحة بالبي لتعزيز منظومة التعليم الطبي المستمر. شكراً لك دكتورة. شكراً الله يعطيك. ما شاء الله قسم التعليم الطبي المستمر عندنا في الهيئة دائما نشيط طول السنة، قسم لا ينام ولا يرتاح، دائما هناك أنشطة متعددة، كورسات ورش وغيرها لتعزيز قدرات وكفاءات الطاقم الطبي الموجود عندنا في الصحة الزي. تعرفون لما كانوا أمهاتنا دائما يقولون أن اللي يدرس طب ما توقف الدراسة عنده، هذا جزء من الدراسة اللي نسويها، كورسات ناخذها او تدريبات الاسعاف الاولي او انقاذ الحياه، انقاذ الحياه المتقدم وغيرها وغيرها وغيرها. هذه كلها من الجهود الموجوده واللي يقدمها قسم التعليم الطبي المستمر. يعطيهم الف عافيه. ممكن جهوده ما تكون واضحه للعيان، يعني الجمهور ما يشوف فيها، لكن احنا ككادر طبي نتواصل بينه معاه بشكل مستمر في تدريب الاطباء والممرضات وحتى تدريب الطاقم غير الطبي على الانعاش القلب الرئوي وغيرها، فانتم دائما مستعدين لكل شيء، يعطيهم الف الف عافيه. من التعليم الطبي المستمر سننتقل الى الدراسه. تعود دائما في دراسه، وحابة اشكر هيئه قسم الاعداد في الصحه بالبي وقسم الاعلام ايضا لاعداد هالدراسه. دائما اقول الاعداد ترى مو شيء سهل، ان كل يوم برنامج معد وحاطين لدراسه وضيوف وغيره، يعطيكم الف عافيه. الدراسه اليوم تقول دراسه اليوم بتزعل وايد ناس، قالت نتائج دراسة جديدة من جامعة كولومبيا الأمريكية أن هناك أدلة على شو؟ الصلة بين تناول الكربوهيدرات البسيطة المكررة وتزايد الأرق وصعوبات النوم يرتبط، وهذا طبعا نقص النوم أو الأرق يرتبط بشو؟ بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب، ويعتبر أحد المشاكل الصحية المتزايدة في العقود الأخيرة. فعلا نواد نشوف الناس في الفترة الأخيرة فالكلام قلناه أكثر عن مرض الصحة والسعادة، وهذا الشكون وما يقدروا ينامون عنهم صعوبات في النوم. بحسب الدراسة النشرتها دورية The American Journal of Clinical Nutrition، يزداد احتمال الإصابة بالأرق وصعوبات النوم مع تزايد تناول الخبز الأبيض اللي هو الشرير الأكبر، هذا الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمشروبات السكرية مثل الصودا.
وفكر طريق البحث تلك العلاقة. حين ليش السكريات البسيطة المكررة خلينا ما ننام؟ شو قالوا فريق البحث؟ إن هناك علاقة بزيادة إنتاج الجسم الإنسولين. طبعاً لما نتناول السكريات كيف مع الإنسولين؟ أوكي؟ زيادة إنتاج الجسم الإنسولين مع ارتفاع مستوى السكر بالدم. وعند هبوط مستوى السكر بعد ارتفاعه يفرز الجسم هرمونات أخرى لتحقيق التوازن مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهما سبب الأرق وصعوبة النوم. الإنسولين هو الهرمون اللي يفرز البنكرياس لمعادلة مستوى السكر في الدم. الأدرينالين والكورتيزول هي عبارة عن هرمونات تفرز الجسم مثل ما يقولون في حالة التوتر، يعني لو أنت خايف، لو الجسم يحس أنه يعني في السكر نزل عنده يحتاج حد يساعده فيفرز هالهرمونين. وشوفوا الحين السكريات الكربوهيدرات الشريرة هي اللي تسوي، ولكن لا يسبب أكل الفواكه أو الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز البني نفس النتائج، لأنها تحتوي على الألياف، بالتالي يستغرق الجسم وقتا أطول لاستخلاص الجلوكوز من الألياف ثم وصوله إلى الدم، بالتالي ما يصير عندنا ارتفاع مفاجئ في السكر وانفجائين بالسكر. بينما سبب المشروبات السكرية والكربوهيدرات البسيطة ارتفاعا ثم انخفاضا سريعا في نسبة الجلوكوز بالدم ويعقبه إفراز هرمونات مسببة للأرق. يعني هالدراسة تقولنا باختصار ان احنا لازم نحاول دائما قريب وقت النوم او على العشاء نمتنع عن تناول السكريات البسيطة المعقدة، السكر الأبيض، الصودا، العيش الأبيض، الخبز الأبيض، ونروح للكربوهيدرات المعقدة اللي فيها ألياف، أي شيء لونه بني، عشان السكريات الكربوهيدرات البسيطة المعقدة بتسوي ارتفاع شديد سريع وثم انخفاض سريع السكر في الدم، بالتالي الكورتيزول والأدرينالين راح يفرز عندنا في الجسم، بالتالي يكون لنا صعوبة في النوم. بينما السكريات المعقدة في الفواكه مثل السكر البني، الرز البني والخبز البني لأنها غنية بالألياف تخلي الجسم يستخلص السكر منها أبطأ، بالتالي ما يصير منها ارتفاع السريع وانخفاض السريع في سكر الدم. طبعا هذه الدراسات تثير انتباهي وايد، لأن ممكن نحن ما يكون عندنا نعاني من صعوبات النوم بس ما نعرف شو السبب، ما نعرف بالضبط شنو بالضبط. يعني ممكن تقول انا عشان كيف يكون العشاء هذا عباره عن ساندويتشه فيها خبز ابيض، او ممكن تتعشى عيش، ولا ما ادري تتعشى عيش ولا ما ادري اعتقد الزمن، ولا الناس كلها تقول لك ما نتعشى العيش ما يعرفونه، قلنا فيها البرجر والبيتزا وهالاشياء، يعني العيش حتى ما قلنا ناكله وايد. معنى انا عيشنا احنا برأي اخصائي التغذيه عيشنا احنا جدا صحي لانه ما في دهون، عيش مشغول عادي، بس سبحان الله ابتعدنا عن العيش الابيض. فممكن مره ثانيه لما حد يكون عنده صعوبات في النوم يبتدي شو ياكل قريب وقت العشاء، او ياكل مثلا سناك العصر. ممكن الناس مثلا اكثر في دواماتها ما تتغدى تاكل سناك العصر سندويتش، او تشرب مشروبات غازيه، هذا كله يساعد ارتفاع مفاجئ في سكر الدم وهبوط سكر الدم بشكل مفاجئ، بالتالي ما نقدر ننام يصير لنا الارق. وبخصوص الأرق أرد أكد وأرد أقول لا نأخذ موضوع الأرق ببساطة، إنه عادي كل الناس عندها أرق وعادي كل الناس ما تقدر تنام، ما في شيء اسمه عادي. قلة النوم أحد أكثر الأشياء اللي تسوي ضغط على الجسم عندنا، على القلب، على الكلى، على العيون، على الجلد، على الشعر، على الأظافر، يسوي توتر كبير على أجسامنا، لأنه خلال النوم في فترة الجسم فيها يجدد نفسه ويرتاح، حتى المعدة ترتاح، مو دائما يقولون لازم ما نتعشى متأخر، لأن الأكل في الليل ما ينظم فعلا، يتم في البطن فترة وايد طويلة، المعدة هذا وقت الراحة مالها. فلما أنت ما تستعد قصة صافي من النوم أو أنت ما تقدر تنام، جسمك يتم كله متأهب إنه أقول أنا متى برتاح متى بنام. إحنا بعدنا واعين كلنا، يعني مرت عليك 12 أكثر يعني 16 ساعة 18 ساعة بعدك واعي وما نم. فيا جماعة لا نتهاوش مسألة النوم، ممكن إنسان ما عنده أي مشاكل صحية، ما عنده ضغط، ما عنده سكر، تسيله أمراض يسبب قلة النوم. فنبى يكون عندنا وعي بأهمية إن أنا أطلب المساعدة في حالة النوم وحالة عدم قدرتي على النوم. وأنا نصيحتي لا تتوجهون
للحبوب، بعض الناس تاخذ حبوب عشان تنام من عندها من غير وصفه طبيه، بعض الحبوب تجي تشوف ترى الجسام وغيره وغيره، تقول انا اخذه والله احس اني لازم ابى انام، بعد مده الجسم يستطيع غير قادر على النوم الطبيعي الا لما تاخذ هذه الحبوب. عندك مشكله في النوم، مشاكل النوم تقسم اكثر من قسم، في ناس عندهم صعوبه انها تنام اصلا، يعني تنام في السرير في ساعتين ثلاث ساعات وينهم بالضبط في مثل ما تقول بطلتي تطالع السكتي وما يها نوم، هذا نوع. في نوع لا ينام بسهوله ينام عادي، لكن يلاقي صعوبه في انه هو يواصل النوم، لاقونا كل ساعه ونص، يعني نام ساعه ونص ساعتين نش، نص ساعه 40 دقيقه رد نام، فعنده صعوبه في مواصله النوم، هذا نوع من الناس. وفي نوع من الناس لا ينام لكن طول الليل يكون نومه ما دخل مرحله النوم العميق اللي فيه حركه العين اللي هي مرحله الاحلام، بالتالي ما ارتاح جسمه تماما. وفي وايد بعد في انواع اخرى من اضطرابات النوم، نصيحتنا لكم اي حد يحس عنده اضطرابات النوم خلي توجه لطبيب الاسره ويطلب الاستشاره، طبيب الاسره ممكن يحوله على عياده النوم المنتظم كشف راشد، اذا ما فاد ما في مانع ان تشوف طبيب نفسي. اتوقع وصلنا الحين مرحله ما شاء الله احنا وصلنا الى الفضاء، ان واحد ما يحس انه هو عار عليه انه يروح يشوف طبيب نفسي، يمكن تشوف طبيب نفسي احيانا. سبب عدم النوم عندنا يكون في عندنا شيء في عقلنا الباطن، العقل الباطن معناه احتمال ان انت مو عارف عنه، لكن هذا الشيء اللي قاعد يقرق في عقلك الباطن يخلي النخب شغال طول الليل، بالتالي ما تقدر تنام. فمهم جدا جدا يا جماعه ان احنا نحصل على المساعده اذا حسينا ان احنا عندنا صعوبات في النوم، عشان تكون حياتنا افضل، تكون صحتنا افضل، تكون مزاجنا افضل، تكون انسانتنا افضل. الانسان ما ينام كله ترى ما يقدر يشتغل النهار. احنا سولفنا عليكم وايد كالعاده، وصلنا الى ختام برنامجنا برنامج صحه وسعاده، ان شاء الله تكون اتفاق عليكم على مدى الساعه الاذاعيه على الهواء. شكرا لك ايمن شرحي، شكرا لك ميرا المري، هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة. إن شاء الله بالخير ألتقي معاكم الأسبوع القادم في صحة وسعادة، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله أشجعكم كلكم أول شيء كلكم تعونوا بجو، بس دفعوا عدل ودفعوا عيالكم عدل عشان ما تمرضون، وبالتالي يعني تخترب عليكم الطلعة والوناسة للجو الجميل هذا والغيوم، والله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان. فاستانسوا بحذر وخذوا احتياطاتكم، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.